السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحييكم ورحب فيكم في بداية حلقة جديدة وسهرة جديدة من برنامجكم بعد المنتصف. اليوم أصدقائي رح نتحدث عن شخصنة الأمور. شخصنة الأمور هو منظور وحكم بعض الأشخاص على تصرفات بعض الأشخاص الآخرين من خلال تفكيرهم هم، وليس من خلال اللي يقصده أو يقوله الناس الآخرون. الشخصنة تعتبر في بعض الأحيان آفة في العلاقات وفي الصداقات وفي بيئة العمل بشكل عام. تتعدد صور هذه الشخصنة أصدقائي حسب تفكير وحكم كل شخص، فالبعض ممكن يشخصنها معك بسبب معلومة مغلوطة أنت صححت هذه المعلومة أمام مثلا شخصين أو ثلاثة أو أمام مجموعة من الناس من غير قصد منك طبعا، فيعتقد بأن هذا إهانة بالنسبة له وتجده يشخصنها معك ويبدأ يوقف لك على أي نقاش علشان يردها لك. هذه واحدة من الصور. في بعض الصور اللي ممكن تجدها عند بعض الأشخاص كيف يشخصن المواقف، ممكن يحصل له موقف يكون هذا الشخص شارد الذهن مثلا أو مشغول بموضوع معين، هذا الموضوع ماخذ كل تفكيره وما له خلق مثلا يكلم أحد أو يناقش أحد، ويبدأ يشخصنها مع الطرف الآخر بأنه أنت متجاهل، يعني أنت متجاهلني، وتتفسر هذه المواقف بشكل مختلف حسب ما يظن هو وما يتوقع. أيضا من صور شخصنة الأمور البعض يشخصنها معك في بيئة العمل، حتى لو غاب عن الدوام وما سألت عنه لظرف معين. هذا أنا أضرب مثال، يعني أمور الشخصنة تصير فيها أشياء كثيرة، فإذا ما سألت عنه خلاص هنا يحطك في البلاك ليست ويشخصنها من باب أنه أنت شخص ما تسأل وما تسأل عني، ما فيك خير، يبدأ يضخم ويشخصن المواقف معك. سؤالي لكل مستمعينا الأعزاء اللي حابين يشاركونا اليوم في حلقتنا لنتحدث فيها عن شخصنة المواقف وشخصنة بعض الأمور، ليش أغلب الأمور في حياتنا تتشخصن في وجهة نظرك؟ وليش تأخذ ردات الفعل بشكل شخصي في بعض الأحيان؟ هذا هو السؤال اللي حاب أطرحه لمستمعينا الأعزاء. وخلوني أيضا أذكر بطرق التواصل والاستماع لبرنامج بعد المنتصف. تستطيع أن تستمع لهذا البرنامج على ترددات إذاعة MBC FM في طبعا كل مدن المملكة من خلال السيارة، وأيضا إذا وصلت وجهتك وحاب أنك تكمل معنا تستطيع أنك تشاهدنا وتسمعنا على منصة MBC مود وعلى تطبيق شاهد من خلال قنوات البث المباشر. أما اللي عنده مواقف وحاب يفسر لنا سؤال اليوم، ليش أغلب الأمور في حياتنا تتشخصن وتأخذ بعض ردات الفعل بشكل شخصي، ممكن تتواصل معي على 011-5-11-20-30. مرة ثانية رقم الاتصال 011-5-11-20-30، وتقدر أيضا تشاركنا على رسائل نصية على منصة إكس من خلال حساب إذاعة MBC FM في منصة إكس أو هاشتاج بعد المنتصف. تجد سؤال اليوم تقدر أنك أنت تكتب تعليقك عليه ونقرأه على الهواء مباشرة. إذن سؤالنا اليوم أصدقائي عن شخصنة المواقف وعن الناس اللي يشخصنونها معاك، ويمكن أنت ما تكون قاصد هذا الأمر، ليش في بعض الأحيان تصير هذه المواقف؟ خلونا نبدأ باستقبال المشاركات على تليفون البرنامج ونقول ألو. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، هلا ومرحبا. كيف حالك؟ بخير الله يسلمك ويعافيك. حبيت أعلق على الموضوع بس. تفضل. الشخصنة هو الشخصنة تجي لما الشخص يكون رافع سقف التعشم، يعني المعشم متعشم فيك، فهمت؟ وفتطلع يعني شيء ظنه هو مفروض ما يعرف ما يحصل. هذا يعني وجهة نظر صحيحة، انه في بعض الاحيان انك ترفع سقف توقعاتك في الاشخاص ويصير موقف معين ويصير موضوع شخصي ويزعل. الو اهلا وسهلا. الو. هلا ومرحبا. يا هلا. في واحد كان يتكلم، ما ادري احسب انها انا. لا انت دوبك تقول الو.
لا لا، في واحد حط معي اتصال وكان يتكلم. صحيح. آه. ليش شخصنت على طول مع المسلمة؟ لا لا، ما شخصنت أنا. أمزح معك. طيب قل لي أنت في موضوع الشخصنة، كيف تنظر لهذا الأمر؟ وهل فعلا ممكن أحد يشخصنها معك، أو يأخذ الموقف بشكل شخصي حتى لو كان موقف مثلا يكون عادي جدا؟ والله في كثير صراحة، يعني في بعض الناس لا تحكم عليه موقف واحد صراحة، يمكن ما هو قصده، أو إنه كان مشغول، أو إنه كان مثلا يعني زي مثلا أعطيك مثال، اللي مثلا الإنسان اللي يتكلمه ويقرأ الكلام ولا يرد فيزعل على طول. في بعض الناس يتحسس من هذه النقطة صراحة، وأنا صار لي موقف نفس السالفة هذه صراحة، هذا شخص حسس مني وثبت موضوع الرسائل، أنه قرأت رسالة وما أجبت عليه. نعم، قراها ولا رد. هو اللي قراها. أيوة، ولا رد. وانت كيف تعاملت مع الموقف؟ صارت في يعني بينهم مشاكل. شخصنوها يعني؟ نعم، وفي مواقف كثيرة، يعني لو بتكلم من الحين لبكرة والله صراحة. صح. مواقف كثير مرة. واضح يا صديقي، أنا سعيد بسمع صوتك وسعيد باتصالك علينا، شكرا لك. بالتوفيق. وياك الله يحفظك، وياك الله يسلمك. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. معك مازن الحربي. يا هلا يا مازن، حياك الله. الله يحفظك. أنا والله يعني موضوع شدني، وأنا أشوف أقوى نقطتين يعني، وهي يعني في المركز الأول اللي هي بين العلاقات الزوجية، إذا كان في انفصال، إنه بعض المرات ذنب الأطفال يكون في شخصنة الطرف الآخر. تعاملاته أو مثلا بأسلوبه، والموضوع الآخر هو يعني أنا أشوف بنسبة 95% في علاقات العمل دائما. صح. أي علاقة عمل خليها سطحية، لأنه ممكن في تعامل تكون أنت بتدي عمل غير العمل المكلف به، بس بتقول في لحظة من اللحظات لا أستطيع أو أعتذر أو لا، ممكن الرد هذا يتفاجأ به الشخص اللي طلب منك أداء المهمة. صحيح. يقوم لأنه يوم من الأيام أنت رفضت تؤدي عمل غير عملك، حتى صحيح. لو كان أنت بتأديه في فترات سابقة. نقطة مهمة مازن، أنه فعلا أغلب الأمور اللي تتشخصن ممكن تكون في العلاقات، ما توقع أنها في العلاقات القوية بين الأشخاص، لا، ممكن صحيح. تكون في علاقات العمل، ممكن تكون في الصداقات بشكل عام، ممكن تكون في المجالس من خلال ردة فعل معينة على بعض الأشخاص. مثلا أنت قلت معلومة واحد، أو أنت صححت معلومة لشخص ما بقصد أنك تصحح المعلومة. صحيح. قام شخصنها معك، لأنه ممكن تكون أنت مطلع أو قرأت المعلومة هذه من كتب رسمية أو من مصادر موثوقة، وهو صحيح. ممكن سمعها أو خمن. صحيح. وإنت صححت له مثلا زي التواريخ أو بالأرقام أو بأشياء، ممكن يقولك لا أنا كلامي صحيح، وممكن تصل إلى نقاش حاد. صح. والنقطة الثانية في العمل، دائما 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 خلي علاقتك في العمل علاقة سطحية، لأنه اعتبر نفسك كالغريب، لما ما حد يعرف خلاص أدي عملك اللي عليك، العمل الموكل فيه، ثم بعد ذلك يعني الزملاء نعم احترامهم والسلام عليهم والاطمئنان عليهم، فقط لا توسع دائرة علاقتك في العمل، لأنه لو تلاحظ دائما تلقى في أي مجتمع أو أي جلسة تلقى دائما شخص يقول لك والله عندي العمل، لأنه هنا فتح أفق التوسع في العمل، لكن لما يكون أفق العمل وأفق التوسع في العمل جدا محدودة وضيقة، فتكني حيكون عملك جدا. أتفق معك. جميل يا مازن، شكرا لك، أنا سعيد باتصالك. الله يحفظك. شكرا لك، في أمان الله، مع السلامة. ألو، أهلا وسهلا. ألو. طيب على منصة إكس، علي هزازي أهلا فيك. هيا تقول: وإنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا الشواطئ. فعلا في بعض الأحيان الحكم على ردة فعل معينة، وأنك شخص موقف معين مع شخص ما، ممكن حتى هذا الشخص يكون عابر، يعني صار موقف بينك وبينه أخذت الموضوع بشكل شخصي، فلذلك
قد تجد بعض الأحيان شخصنة المواقف لها أسباب. وش السبب اللي يخلي الإنسان اللي أمامك يشخصن موقف معين؟ أهلا بكم أصدقائي من جديد، أرجع للتواصل معكم على الهواء مباشرة. في سؤالنا اليوم اللي طرحناه لمستمعين الأعزاء، وقلنا في هذا السؤال ليش أغلب المواقف اللي تصير بين الزملاء بين الأصدقاء تؤخذ في بعض الأحيان بشكل شخصي، وتتشخصن هذه الأمور، وتجد ردات الفعل عند البعض يراها شخصية ولا يراها منطقية في بعض الأحيان. تتعدد صور أنك أنت تشخصن موقف معين حسب تفكير وحكم كل شخص، فالبعض يشخصنها معك حسب يعني موقف معين صدر منك، فهذا الموقف قد يكون له انعكاس وأسباب عند الطرف الآخر، فلذلك نظر إلى هذا الموضوع بشكل شخصي ولم ينظر له بمنظور العقلاني. أذكر مرة ثانية أصدقائنا اللي حابين يكلمونا، تليفون البرنامج هو 011-511-2030. معنا على التليفون ندى. أهلا وسهلا يا ندى، حياك الله. يا أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور، لا حيك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ ياسر، من زمان وأنا أتمنى صراحة أتواصل معكم. صوتي واضح لأني بالسيارة؟ نعم واضح صوتك. الله يسعدك. والله شوف أستاذ ياسر، أنا لفت انتباهي الموضوع لأن كلمة شخصنا هذه هي كلمة حديثة، يعني مستحدثة. صحيح. أنا أحس يعني بالضبط. مصطلح مستحدث. نعم. فإذا ممكن تقول لي وش معناها؟ يعني أنه أخذ موقف بشكل شخصي، يعني أنت مثلا تعطيني ملاحظة معينة، لو قلنا في في بيئة العمل أعطيتيني ملاحظة أنه أنا أخطأت في شيء معين والقصد هو التصحيح، فأنا هنا الموضوع صار شخصي بالنسبة لي، أنا زعلت. يعني سوء فهم. سوء فهم، يا سلام عليك. سوء فهم. أنا صراحة يعني شوف شخصنا هذه ما أؤمن فيها المصطلح هذا ابدا، واعتبره زي ما قلت لك مستحدث، لكن ولا قد صار لي موقف، لكن يعني انا كنت بس بشارك في انه يعني بعض المصطلحات المفروض انه يعني احنا نلغيها، مو لازم انه يعني اي شيء يطلع هبه او ترند ان احنا نتناقش فيه، فما أعرف صراحة، أحس إنه يعني ما ماني مؤمنة أصلاً بالمصطلح، يعني دائماً أخذ من باب الطقطقة المزح، ما قد أخذته بشكل يعني جدي. هو زي كل... أنا فاهم عليك، بالعكس أنا أحترم رأيك وأقدره جداً وأتفق معك في نقطة إنه، لكن هو مصطلح دارج زي كلمة طقطقة، عرفتي؟ هو مصطلح دارج. أي دائما اخذها. أي. انا انه يعني هو معنى لا لا الشخص، انا يعني هذه العباره تحديدا لها معاني، ويعني ذكرت في كثير من المقالات في الاعلام بشكل عام، وهي تصعيد الامور، انه الواحد بعض الاحيان يصعد امور للجانب الشخصي. حلو. إيه. فلذلك يمكن يعني هي اختصار، لأنه لا تشخصنها معي أو لا تخلي الموقف شخصي، أنا قاعد أتعامل معك بشكل مثلا مهني أو بأسلوب ما أقصد فيه الإساءة لك، فهذا هذا المصطلح يعني. أوكي، يعني سوء فهم في الأول والأخير يعني. هو مو سوء فهم، هو تصعيد الأمور، يعني أنا أكبر الموضوع. أي ممتاز. أوكي. جميل، أنا بس بغيت أشاركك وأقول رأيي يعني. بالعكس، الله يحييك، أنا سعيدين جدا باتصالك، شكرا جزيلا. العفو. الله يعافيك، في أمان الله، مع السلامة. أهلا وسهلا. روح كمان ناخذ اتصال جديد. ألو. طيب خليني أقرأ بعض المشاركات اللي وصلتني على تويتر. عبد العزيز يقول الشخصنة هو ضده الموضوعية، والفرق بينهما أن الشخصنة هي حينما يتجه الإنسان في حواراته ونقاشاته في فكرة معينة، فإنك تهتم بشخصه ولا تناقش الفكرة الموضوعية، وهي أن تناقش الفكرة ولا تهتم للشخص اللي أمامك، فهذه ممكن تكون أيضا وجهة نظر. وفي بعض الأحيان يجد البعض بأنه يعني موضوع الـ الأمور اللي تتوقف عند هذه المسائل الشخصية، أنه أنا أسيء في الأول وفي الأخير
يعتقد الإنسان أنه أنت تسيئله بشكل غير مباشر من خلال تصحيحه لهذا الوضع أو من خلال ملاحظته لك. فتختلف طبعا من شخص لآخر كيف يفهم الشخص فينا وجهة نظر الطرف الآخر بدون ما يأخذ الموضوع بشكل شخصي. خلينا نروح للاتصالات من جديد وناخذ معنا اتصال. ألو، أهلا وسهلا. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مع مين؟ أنت مع MBC FM. إيه بس معك ياسر. نعم. إيه الله يحفظك. هو موضوع الشخص أنا. نعم صحيح. تمام أوكي. قبل شوي المتصلة كانت تقول تسأل عن موضوع الشخص أنا وكذا. كان عندها مصطلح بالنسبة لها يعني حديث غريب صراحة. صح. استغربت منها يعني. لا لا بالعكس بالعكس يعني هذا الموضوع بالعكس يعني نسمعه دائم يعني في كل مكان. صحيح. في القنوات وكل شيء. الشخص أنا صراحة على يعني المصطلح هذا دارج وفي العمل خاصية يعني بشكل خاص خاصة. إيه شوف هو ممكن يطلع من أشخاص إذا كان عندهم يعني عليك يعني يبغون منك شيء أو يبغون يعني ما أبغى أقول ينتقمون لكن هنا تبدأ الشخص. لكن شوف إذا بالعكس يعني إذا كان في العمل أنت تقول رأيك يعني أو شيء بالعكس أنا أشوف إنه حق شرعي لك. أنا فهمت من كلامك صديقي بأنه في بعض الأحيان في مواقف العمل إنه شخص يتعامل معك بقصد شخصك. أي نعم صحيح. إيه إنه ما هو بشكل مهني يتعامل معك إنه بناء على شخصيتك يعني حاول يلحق فيك الضرر أو يصاعد الأمور معك عشان شخصك. صحيح. وهذا تتكرر كثير يعني مو بلي. طيب أنا كيف يعني كيف تتعامل إذا صار معك هذا الموقف؟ كيف تتعامل؟ شوف أنا بالنسبة لي يعني أحب إني أكون يعني في وقتها أكون أصمت أسكت. ما أرد يعني. أحياناً يعني مثلاً تكون ناجح وشخص مثلاً له باع كبير يعني له 20 سنة قبلك يعني في العمل فيشو وبعدها أنت ترتقي فيه وتصير مديره مثلا. يعني أنا أتكلم عن نفسي يعني أنا يعني في شخص له 25 سنة يعمل معي فجأة أنا صرت مديره. طبعا كيف صرت مديره؟ بالمنافسة. فزت في الوظيفة فصرنا لما نجلس في اجتماعات دائما أعطيها الفرصة يتكلم أعطي بس دائما أحسهم شخص الموضوع فتحصل يعني. لكن أنت عشان تهدي الأمور تعطي الشخص هذا فرصة إلى أن يعني تعطي الولاء تعطي كل شيء إلى أن يعني يجي يوم من الأيام وهذا اللي حصل يعني ويستوعب يجي يوم من الأيام خلاص يعني يقتنع قناعة تامة إنه الموضوع مو شخصي ضدك. أيوة صحيح. واضح. شكرا لك صديقي يعطيك العافية. وذكرت موقف يعني ممكن يتكرر كثير في بيئات العمل. أنا سعيد جدا باتصالك صديقي. حفظك الله. شكرا لك في أمان الله. ألو أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. الله بالنور والسرور. أهلا وسهلا. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. صباحك السعد إن شاء الله. الله يحييك. أهلا ومرحبا. والله من جد هي شخص أنا موجودة في حياتنا يعني حتى في الأسرة في العائلة. أنا من ناحيتي أعاني فيها في العمل يعني. فأني أنا يعني مدير في مؤسسة. والله ربي يشهد ان انا احاول ان انا اعاملهم معامله سواسيه ولكن الموظفين يقول لك انت تستقصدني بهذا الموضوع نسوي اجتماعات انت قصدك في الموضوع انك انت
على الموقف الفلاني. طيب احنا في مبيئات عمل المواقف كثيرة، رقم واحد ايش راح، بس ما تعبت والله. يعني بيئة العمل هي اشكل منطقة فيها شخصنا فيها، بالذات ما تكون مسؤول، يعني تحاول تراعي الله فيهم، ولكن برضو صعب انك توصل لرضا الناس. ومن جد رضا الناس غاية لا تدرك. جميل. سمعت المتصل اللي قبلك صديقنا لما قال انه كيف تعامل مع هذا الموقف، انه يعطي فرصة اكثر من مرة، يوضح وجهات النظر، يحاول يوضح بانه الموقف او التعامل فعلا هذا مش شخصي. يعني انا ما كلامه جدا سليم، وانا احاول اتكلم معاه الانفراد، ترى ما اقصدك، ترى ما برضه كده احس انه شايل، سبحان الله. ولكن ربنا يعني الانسان عامل الله وكل حاجة يعني. صحيح. صحيح. وربي يشهد يعني بأن احنا مسؤولين، ربنا حاطنا في المسؤولية هذه، لازم نساوي بياناتهم. احسنت. بس هي عملية الاستئذانات، هو استأذن وما كلمته، وانا استأذنت خصمت علي، يعني هذه مشكلة شخصنا. انت يعني انا اتعب فيها مرة في العمل والله. الله يعني حتى في اسرتي في عائلتي ما اتعب فيها، بس بيئة العمل ما شاء الله تبارك الله ترند. الله يعينك، الله يعينك إن شاء الله. شكرا لك صديقي، أنا سعيد جدا باتصالك وبمشاركتك معنا. يا أهلا وسهلا فيك، في أمان الله. أذكر مرة ثانية رقم الاتصال لأي شخص حاب يشاركنا. ليش أغلب الأمور في حياتنا إذا صار فيها وجهات نظر أو اختلاف تتشخصن على طول؟ يعني يصير الموضوع يتصعد أنه أنت عندك مشكلة معي شخصية بعيدا عن الموقف اللي صار بيني وبينك، وتأخذ بعض ردات الفعل بشكل شخصي. تليفون البرنامج هو 011-5-11-20-30. خليني أقرأ بعض الرسائل على منصة إكس. سارة تقول لأنه أحس في بعض الناس صار خلاص ما عاد يتحمل أي نقاش، فيأخذها بشكل شخصي وتأخذنا أو تأخذها من طرفها علشان تقفل النقاش بشكل أسرع. محمد الحربي يقول دائما وأبدا حط الناس اللي حولك في أماكنهم، لا تسمح بشخص أنه يقيمك، كن أنت نفسك وعيش بطبيعتك ولا تنتظر ردة فعل من أي أحد. همس الوفاء يقول البعض الشخصية تتغير في بعض الأحيان، يكون متلون، فما عاد تعرف هو معك ولا ضدك. خلينا نروح لاتصالات أصدقائنا ونقول ألو. أهلا وسهلا. ألو ألو ألو. يا أهلا ومرحبا، حياك الله. يا مرحبتين، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك، يا هلا فيك. يا مرحبا. أنا حاب أشارك معاكم بالموضوع اللي طرحينه. الله يحييك، تفضل. يا هلا. في بخصوص طول عمر الموضوع هذا، مثل ما ذكر الأخوان بخصوص الشخص، أنا فعلا كثير موجودة في بيئة العمل. طبعا أنا كنت مدير شركة، أحد الشركات الكبيرة، وفعلا كان عندي موظفين لما تتكلم عن نقطة معينة يحس انه هو الشخص المقصود فيها. نعم تمام. طبعا هذا شيء سلبي في شخصية الشخص نفسه، قد يكون مقصر بحد بأمر ما بالعمل او بجهة معينة، فتلقاه دائما يحس هو في الخطأ ويلوم نفسه بنفس الوقت. تمام. فلما تجي انت تتناقش عن النقطة هذه بشكل عام بحيث انك تتفادى في المرات القادمة او نصحح المسيره اللي احنا ماشيين عليها، فتلقى الشخص هذا دائما يعارضك او دائما يقاطع في الاجتماعات او يقاطع في النقاشات بحيث انه يبرر مواقف. طبعا انا عندي كان موظف نفس النقطه اللي تكلم عنها الاخ، انه يبرر موقفه دائما باي اجتماع، يروح نص اجتماع كله نقاشات بلا جدوى. فأنا حبيت يعني نوه بالنقطة هذه، إن أي شخص يعاني من النقطة يعني السلبية، أو الشخص اللي موجود دائما يكون معارض أو شخص من الأمور، يناقشه بشكل شخصي، لا يناقشه بشكل عام دائما أبدا، لأن النقاش بشكل عام معه أو في الاجتماعات حتكون يعني نقاشات غير مجدية. قصدك على انفراد؟ لابد أن تكون النقاشات على انفراد. جميل. ما تكون النقاشات بشكل عام نهائي. جميل جدا. بحيث انك تقدر تواصل للنقطة اللي هو يعاني منها وتصححها وتاخذ الايجابيات اللي عنده وتدمجها له وتسوي يعني نفس الميكس حلول وتحل اي موضوع عنده موجود.
هذا اللي جميل. أنا جميل. شكرا لك صديقي، سعدتنا بهذه المشاركة، يعطيك العافية. زي ما ذكروا الأخوان أنه في بيئة العمل تحصل شخصنة المواقف، تتشخصن موقف معين ويتصاعد على أساس أنه أنت عندك مشكلة معي وليس في العمل. أيضا بين الأصدقاء تحصل، بين الأصدقاء وبين الصديقات تحصل هذه الأمور، يعني يصير موقف معين، ردة الفعل يفهمها الطرف الثاني بشكل آخر، يبدأ يصعد الأمور، صار هذا الموقف شخصي. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العافية الله يعافيك، هلا ومرحبا فيك. أشكرك على تاحت الفرصة وعلى تميزك الدائم ومواضيعك يعني المميزة. الله يسلمك، شكرا لك. الله يعافيك. أنا عندي بس تعليق بسيط يعني على الموضوع. شوف، أنا أشوف إن الشخص أنا هي يعني في جميع المجتمعات، سواء عمل سواء عائلة سواء أصدقاء، لكن أنا من وجهة نظري أشوف إنها على أمرين. الشيء الأول هو سوء ظن، يعني أنا مثلا سويت شيء معين، هي افتراضات إن ليش مثلا سوى معي كذا وما سوى مع الشيء مع الشخص الثاني، يعني أو تصرف معه مثلا فعل مغاير. صحيح. فالأمر الآخر إنك أنت مثلا كمسؤول أو كأب أسرة أو أيا كان، يعني أنت لازم إنك توضح يعني في بداية كل أمر توجهك أو أنظمتك أو مثلا نظام العقوبات أو أي شيء، عشان بعدين أنت لا تلام. يعني أنت مثلا في شخص حساس من نقطة معينة ويشوف مثلا أنك شخص معه، أنت بطريقة يعني كمسؤول أنت تقدر تعالج الأمر. مثلا هو مثلا مستوى متدني، مثلا كافئة، حاول أنك مثلا تمتص غضبه، أعطيه المساحة. أحيانا في بعض الرؤساء أو المسؤولين ردود أحيانا مستفزة مثلا في الاجتماعات، فيزيد الطين بلة على ما قالوا. صحيح، هذا كلام منطقي. أي فالأفضل يعني على أي مسؤول أو رب أسرة أو عميد عائلة، أنت مثلا يعني خلي لغة الحوار، خليك واضح مع الجميع، لأن للأمانة يعني في بعض الناس إحنا بنشوف الشخص اللي شخص لكن إحنا ما نشوف مثلا الفعل الأساسي. فهذه يعني أنا أشوفها في أغلب الناس، يعني حتى لما تجلس مثلا مع موظف تلاقي مثلا مشحون وكذا، بينما أنت مثلا تجلس مع المدير وتسمع من المدير تلقى المدير فعله خاطئ والموظف مسكين هو مشحون، فيشوف إنه مثلاً إنهم شخصين معه أو إن يعني مظلوم أو كذا. فهي من الأساس يعني أنت عطي مساحة بالكلام، وري الناس أنت عملك إيش، نظام العقوبات، نظام الحوافز عندك أو الأشياء الكويسة والإيجابية. حسن. بعدين أنت لوم الناس، فحتى لو هو مثلاً كان حساس الشخص هذا يقدر بعدين تعالج معه، يعني مو أنت تقابل دائماً فعل وردة فعل فعل وردة. جميل. جميل، مشاركة رائعة جدا صديقي، ويمكن يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لك، الله يعافيك، في أمان الله. يمكن أهم نقطة ذكرها صديقنا قبل شوية، إذا أنت يعني في بيئة مثلا في المنزل بين أصدقائك، في بيئة العمل، أنت تعرف الناس اللي قاعد تتكلم معهم، فتعرف طبيعة حساسية هذا الشخص، وتعرف أنه هذا الشخص الآخر ممكن يعني يكون عنده سوء ظن أو يكون يعتقد الكلام اللي أنت قلته بشكل مختلف تماما. فلذلك أنك تعامل الأشخاص كل واحد حسب طريقة فهمه وحسب طريقة استيعابه، وبالذات خلينا نقول في محيط العائلة أو بين الأصدقاء. يعني بين الأصدقاء أنت تعرف هذا صاحبك أنه يتحسس من هذا الأمر، وتعرف أنه صديقك هذا ما يتأثر من هذا الموضوع، فتأخذ راحتك مع الأول، بس الثاني احذر أنه لا يأخذ الموقف ويصعده بشكل شخصي. لكل الأصدقاء اللي حابين يشاركونا في موضوع اليوم، الاتصال على الرقم 011-5-1-20-30. أهلا بأصدقائنا، نرجع من جديد للتواصل معكم على الهواء مباشرة في موضوعنا اليوم وسؤالنا اللي طرحناه لكثير من الأصدقاء اللي جاوبونا عليه وعطونا مبررات مقنعة. ليش أغلب التصرفات في حياتنا من قبل الأصدقاء من أو بعضها خلينا نقول في بيئة العمل تتشخصن وتصير مواقف شخصية وتتصاعد بدل ما تكون يعني منطقية، وتأخذ بعض ردات الفعل، ردة فعل الطرف الآخر يأخذها بشكل شخصي وما يأخذها يعني مفهومها المعتاد. وذكرنا أصدقائي بعض صور يعني اللي ممكن أنه تتشخصن فيها الأمور. تتعدد هذه الصور من خلال حكم كل شخص على البعض. ففي بعض الأحيان أنت تقول معلومة مغلوطة، أنا أعطي أمثلة بس لكن المواقف كثيرة جدا،
والأسباب أيضا. في بعض الأحيان تعطي معلومة معينة فيجي صح شخص يصحح لك هذه المعلومة فتبدأ أن تزعل وتضايق يعني وتأخذ الموقف شخصي إنه ليش يعني صحح لي هذه المعلومة، فتصير ردة الفعل غير منطقية نوعا ما عند البعض. أذكر أصدقاء اللي حابين يشاركونا تليفون البرنامج هو 011-5-1-20-30. وخليني أقرأ هذه المشاركة اللي وصلتني على منصة إكس. يقول في بيئة العمل كثير من الناس ما يفرق بين العلاقة الشخصية وعلاقة العمل، وينسى أن العمل قائم على أنظمة وإجراءات ما لنا يد فيها غير تطبيقها، بالذات لما يكون هذا الشخص له سنين طويلة ويكون عارف بيئة العمل بشكل جيد، لكن يشخصن الموقف معك بعدما تصبح مسؤول عنه نتيجة لإنتاجيتك أو انضباطك المهني. ذكرنا صديقي أنه حصلت مواقف كثيرة مثل هذه، والبعض يأخذها بشكل شخصي، والبعض الآخر ممكن تكون في بين الأصدقاء أو بين العلاقات العائلية. خليني أقول خلينا نروح للاتصالات وناخذ معنا هذا الاتصال. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور، الله يحييك، أهلا وسهلا. أخوي ياسر صحيح؟ وش هو؟ اسمك ياسر ولا لا؟ أي نعم صحيح. حياك الله، رضي عنك من أخوك وشدني موضوع شوي. الله يحييك، أهلا وسهلا. يعني والله فهمت جزئين بس إذا ممكن توضح لي أكثر. أنه يعني إذا صار سوء فهم بينك وبين شخص على موضوع معين. أكثر ما صير معي. اي بس انه انت تاخذها بموقف شخصي، يعني انه انت قصدك ما شاء الله ما شخصنها، هو شخصنها معي هو شخصنها معك شخصنها كيف بالذات اذا دردني الحق معك يا فهد العتيبي من الرياض. اهلا وسهلا فهد. واذا دردني الحق مع فهد كلامي صحيح قالها شخصنا خلاص ما عاد تقبل مني اي شيء، وحتى لو قال اسأل فهد يقول ما عنده سالفه لأني أنا وضعت الدفع الحاجة غلطان فيها، ومثلا بيت شعر مقولة حكمة ويطلع الكلام صحيح شخصنها معي. إيش السبب في وجهة نظرك؟ وش السبب؟ يعني خليني أقول يعني بعض الأحيان أسلوبك في طريقة التعديل ممكن يزعله ولا هو عنده مشكلة؟ كل رياحية ما له شديد أنا فوق. بس أسلوبك لطيف يعني. إيه لطيف جدا عشان يوصل المعلومة له، والله يعني شخصنا معي. فتصحيح الأخطاء مو غلط ترى، مو غلط أبدا. صحيح. بتكلم يا خوي ياسر. شكرا لك يا فهد، سعيد باتصالك، الله يحفظك في أمان الله. ألو، أهلا وسهلا. خوي ياسر صباح الخير. صباح النور، يا هلا ومرحبا. الحمد لله، أول شيء طال عمرك إن طلعنا معك. الله يحييك، هلا وسهلا. بس ترى ما شخصها. طيب. ألو. أي معك. أقول الله يطول عمرك. وياك الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا. وش تعال وين رايح؟ غريب هذا الاتصال ما فهمت. طيب خلينا نروح للاتصال الجديد ونقول ألو، أهلا وسهلا. ألو. ألو. هلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي ياسر. الله يحييك، هلا وسهلا. الله يسلمك، شلونك طال عمرك؟ بخير الله يعافيك، يا هلا ومرحبا. اول مره اطلع معك على الهواء، يا هلا وسهلا. كنت لخبطت يا مربيت. لا ابدا الله يحييك، بالعكس اسعدتنا باتصالك. للامانه من زمان ودي اشارك بس ما شاء الله يعني طرحك ما شاء الله تبارك الله، ومتابعينك ومتصلين دائما يكفون يوفون. الله يطول عمرك، واستماعك يشرفنا دائما، واتصالك اليوم يعني اسعدنا. الله يسعدك. أحب أقول بس على الموضوع حق الشخص أنا أن من وجهة نظر كتجارب حياة وزي كذا، للأمانة كان يزعلني الموضوع لما أحد يشخص معي، بعدين تغير الوضع. ليش أني أنا بعد أستسلم للوضع ولا أخذ شخصي وقد أطالع ودقق في الأمور اللي هو يسويها الملام شخصا وأتأكد من الموضوع؟ لا عادي، ده ما أنا متأكد من وجهة نظري اللي سويته أو الشيء اللي أنا سويته ومتأكد إنه صح، أحاول أتفاهم مع الشخص خصوصا إذا كان قريب ولا شخص عز علي، أبين له أبرر له بحكم إني ما أبي أخسر الشخص هذا. أما إذا شخص والله بعيد
فعادي أبين له مرة واحدة بدون ما أشرح له ولا أبرر، بس أبين له أن ترى أنت فهمت الموضوع غلط مو بكيفه، وأعيش بصدر رحم. غالبا الشخص اللي يكون يشخصن ما أحس أن صدره صافي، يعني ده يسوء الظن فيك أو إيه ما تحس أنه سليم. طيب أنا بسألك سؤال، يعني بعض الأحيان ما تكون حذر مع الشخص إذا تعرف بالذات أنه هذا صديق ودائما المواقف اللي تصير تتحول بشكل شخصي؟ إيه أكيد أكون حذر، يعني والله أكون حذر. تحذر أنه أنت ما تقول شيء يأخذها بشكل شخصي؟ والله أشياء وأشياء للأمانة، إذا شخص عزيز علي لا والله أحذر كثير، وأحاول أبين له وجهة النظر وأحاول أبرر له أحاول. وفي شيء مهم جدا خصوصا مع الأشخاص اللي يشخصنون، انتقاء الكلمات. انت لما تقول شيء انتقل كلمة صح للأمانة عشان يصير مفهومها واضح. هذا شيء والله له أثر كبير في فهم الشخص هذا. اتفق معك 100%. وفي بعض الأحيان ترى في أشياء تتشخصن ما هي بالكلام، ترى في أفعال. أيه. يعني أنت فعل معين تسويه، بعض الأحيان يجي يدخل واحد يسلم وانت والله مو يعني ما انتبهت، يعني صحيح. أنت كنت شارد الذهن أو يعني ما أنت في المود فما انتبهت، فيبدأ يقول لا ما سلم ما رد السلام فيبدأ يزعل. أنا والله من الأشخاص اللي والله أعتذر حتى لو أن شخص سافهني، بس دام أنه في محل تقدير واحترام والله أني أروح أعتذر، مع أني ما أنا مجبور يعني، بس أحاول أحافظ على علاقات قد ما أقدر. هذا من طيبه بشكل صافي، وأن الشخص الواحد يعني مو لدرجة أنه ينزل نفسه صح. لا بس يحافظ على الشخص، يحاول يبين نيته الطيبة ويكسب الناس اللي حوله. أحسنت. وأبد هذه شكرا. أنا سعيد باتصالك علينا اليوم، أول اتصال أنا سعيد بهذه المشاركة يا صديقي، شكرا لك. الله يسعدك. الله يعافيك في أمان الله، مع السلامة. ألو أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير أخوياك. صباح النور. الله يحييك. أهلا وسهلا. جميل كعادتك في مواضيع طول عمرك طرحت. الله يعافيك. باختصار أنا عندي وجهة نظر يعني من تجاربي برضو الشخصية، انها من رأي اشوف مسألة الشخصنة او الموضوع اللي نتكلم فيه هو بسبب يمكن تقريبا سببين بالضبط، اللي هو اولا سوء الفهم، غالبا ما يكون سبب سوء فهم، والسبب الثاني برضو هو انه عدم معرفتك للشخص اللي امامك، يعني اطباعه وشخصيته، فيصير احيانا يفهم كلامك بشكل غير صحيح وتحدث منها اللي هي الشخصنة أو تصل للشخصنة يعني بالعادة. فمثالا يعني أنه أحيانا أنت تمشي أنت وصاحب لك، تمر الواحد صاحبك مثلا ما يعرفه أنت تعرفه، وقال كلمة هذاك الشخص، صاحبك ينتقد الكلمة دي وبعدين يكلمك يقول لك كيف سكت عليه وكيف ما رديت عليه، أنت عارف الرجل ذاك وعارف وش مقصد من الكلمة وعارف اللي في خاطره، فما بتزعل. فأحيانا معرفة الشخص ويعني شخصيته وطبعه يختصر عليك بعض الأمور الكثيرة، فعشان كذا الشخص اللي تكون ما أنت عارف حق المعرفة يفضل أنك تتكلم بأسلوب واضح وكلام دقيق، يعني عشان ما تحصل فيه التتشات هذه اللي تسبب جميل حزازيات بعض الأحيان يعني. جميل، هذا كلام منطقي وجميل، لأنه زي ما ذكرت أنه في بعض الأحيان في ناس تفهمك بشكل مختلف، فدائما حاول انك تنتقي يعني عباراتك اذا في مثلا اذا كان في معلومه معينه تبغى توصلها او توضيح معين لمساله معينه بينك وبين شخص. فهذا نقطه مهمه صديقي، انا سعيد جدا باتصالك، شكرا جزيلا لك. الو اهلا وسهلا. طيب راح الاتصال اللي كان معنا، اذكر مره ثانيه رقم الاتصال هو 011-5-11-20-30. على منصة إكس رونا تقول حدود من البداية لكي لا يتجاوز الشخص حده ويشخصن هذه المواقف وعيش بسلام. في بعض الأحيان يعني أنا أتفق في حكاية، بس أنه في بعض الأحيان مشكلة إذا صرت أنت تقعد تحسب حساب أي موقف. أنا متأكد أنه في ناس كثير يسمعوني الآن تشخصنت مواقفهم وهم ما عندهم علم، هو ما يدري أصلاً أنه ردة فعله صعدها الطرف الآخر.
فهي تجي طبيعية يعني، بالذات الناس اللي ما عندهم معك أي مشكلة، فقال كلمة مثلا، صار موقف معين، صار حدث معين، يفهم. فأنت غير مسؤول عن فهم الآخرين، كيف فهموا هذه بالذات إذا كنت أنت محافظ مثلا على طريقتك أو أسلوبك في الحديث مع الأشخاص. أما في بعض الأحيان وفي ناس كثير ما يدري إلا فلان زعلان، وش السبب؟ والله تذكر الموقف اللي صار ذاك اليوم، أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا، فأخذها بشكل شخصي. نادي علي تقول: موضوع اليوم خلاني أتذكر مواقف كثيرة في المناسبات وجمعات البنات. بالنسبة لي أنا شخص ما أبرر لأي شخص إساءة فهم كلمة أو حركة غير مقصودة وشخصنها معايا، خاصة إذا كانت صديقة مقربة. تركي شكرا لك، وشكرا لتواصلك معنا، ولكل أصدقاء أيضا. أذكر مرة ثانية اللي حاب يشاركنا على منصة إكس على حساب إذاعة MBC FM يجد تغريدة خاصة بموضوع اليوم. ألو، أهلا وسهلا. صباح الخير أخي ياسر. صباح النور، أهلا وسهلا فيك، حياك الله. ما شاء الله عليك، دائما ترد علي. الله يحييك. أنتقد المتصلين. الله يحيي، بالعكس، الله يحييك. أهلا وسهلا. بالنسبة للشخص أنا عادي تراها كثيرة حاليا، يعني بكثرة، خاصة بالعمل، بين الأصدقاء، بين الأهل، الأقارب، يعني صارت شيء صراحة متعب الشخص نفسه. وش الحل؟ الواحد ما يدري، لما أنت تتكلم برأي لك يقول هذا إنسان يعني زي اللي يقول لك كذاب، يحلل كلامك أو يفسر كلامك أنك أنت ما عندك سالفة، وأنت تبغى الشيء اللي هو الصح أو تدلهم على الشيء الصح يقول لك لا هذا إنسان لي. هذا شخصاً معك قبل لا تتكلم معه مرة من موقف، هذا شيء يعني شيء متعب يعني بالنسبة للشخص أنا هذا. وكثيرة، وأنا صارت لي مواقف، أنا اللي أتحدث معك، صارت لي مواقف في العمل وتركت العمل بسبب هذا الشخص. يعني صار لي ضغط نفسي بسبب هذه الأشياء، راحت المدرة، راحت الإتشار، راحت المدري إيش بسبب هذه الأشياء الشخص. أنا صار كل واحد يفسر الكلام من نفسه، صار يعني بعض المدراء يعطيك شغل، طيب أنت تقسم الشغل للأشخاص، مو بتعطيني أنا شخصي لي أنا، في عندك كذا موظف ليش ما تسلمها توزع الشغل بينهم، ما تعطيني هلا، ولما ترفض أنت الشغل يقول لك ليش رفضت الشغل، هذا ما يبغى الشغل، مع للعلم وللأمانة الشغل مأديه بأكمل وجه ولا له أي نقطة علي أو مدخل علي، فتركت الوظيفة بسبب هذه الشخصة. وهم يفسرون يقول عارفين وإنه هو كذا ودائما يعني شكاي، لا مو شكاي، لما إنسان يكون مظلوم هو اللي بيشكي الشكوى لله مو للبشر. بس وش الحل؟ الواحد ما أدري، كل واحد له تفسير وله رأي وله أفكار، الواحد يتعب صراحة. صح، هذه نقطة مهمة، أنه إحنا في بعض الأحيان ما نعرف وش يدور في بال الآخرين، فلذلك ليش تحكم على الشخص من ردة فعل معينة وانت ما تعرف وش اللي في داخله. صحيح، كلام حلو، يعني الإنسان إيه؟ هو يحكم عليك لأنك إيش إنسان مثلا، يعني من نبقالين ضعيف أو من نبقالين يعني إنسان ما عندك يعني قوة أو شيء، لا يحكم عليك أنك إنسان طيب وبتعطيه مو براد الشغل أو مثلا مو براد هذا الشيء، بيمشيها بيرضى، بتقول له مثلا جزاك الله خير ومشي الأمور زي كذا، بتمشيها وهي دقة لك نفس الوقت. واضح، شكرا لك صديقي، أنا سعيد باتصالك علينا اليوم، شكرا لك، الله يحفظك، في أمان الله. شكرا لك، في أمان الله، مع السلامة. تتعدد هذه المواقف بين يعني الأشخاص، وهي طبعا تصير دائما، أنه يتصاعد موضوع معين أنت ما كنت قاصد أنه هذا الموضوع يتصاعد بالذات، فتصير مسألة شخصية أو يؤخذ هذا الموضوع بشكل شخصي أكثر من مفهومه الطبيعي اللي كان موجود. أهلا بكم أصدقائي، أرجع للتواصل معكم من جديد في سؤالنا اليوم. ليش في بعض الأحيان تتشخصن بعض المواقف
بين الأصدقاء أو بين زملاء العمل وتأخذ بعض ردات الفعل اللي يمكن أنت ما تقصدها بشكل شخصي. أذكر مرة ثانية برقم الاتصال لأي شخص حاب يشاركنا، تليفون البرنامج هو 011-5-11-20-30. رحب بأبو ميار معنا على التليفون. أهلا وسهلا أبو ميار، حياك الله. حبيب الله يعيك. يا هلا مرحبا، الله يسلمك. الحمد لله. أشوف موضوع الشخصنة هذه وفيه شخصنة وفيه استقعاد أحيانا، خاصة لما يجيك المسؤول اللي أعلى منك أو المشرف أو الرئيس أو المدير شخصيته مهزوزة، فهذه أشياء كثيرة موجودة. في ناس شخصنا الأمور، يعني أنت تختلف معاه في العمل يكون شخصنا الأمور، فهمت علي؟ خاصة في القطاع الخاص المفروض أن يكون في لجنة من هيئة الفساد تدخل وتشوف الأمور هذه ماشية كيف في الشركات الخاصة، في شيء بالمحاباة وفي فلان عشان يمون على فلان، لا إحنا نوقف مع فلان ضد فلان، فهمت علي؟ إيه بس هذه أغلب المواقف اللي تصير بين الأشخاص، يعني ما تصير مثلا فيها تلاعب أو فيها شيء، يعني تصير بين الأشخاص. لا 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 لا، في يصير ما في. لا لا، إحنا بس اليوم موضوعنا بين الأشخاص، مش موضوعنا التلاعب في العمل. هو طيب مهي حتى لو بين الأشخاص. إيه. أخي أنت بتقول الآن قبل شوية المشاكل اللي في العمل أو حاجة صارت في العمل، صح ولا لا؟ لا. في استقعاد، يعني أنت لو سويت مشكلة في العمل. لا. الاستقعاد هذا مصطلح برضو، يعني اليوم كان في تعليق على مصطلح الشخصنة. فعجبتني لما قلت استقعاد، يعني هذه واحدة من المصطلحات برضو الحديثة على المجتمع. يعني انت مثلا تسوي مشكلة مع مشرف ولا مع مسؤول ولا مع يجلس لك، يعني أقل حاجة مو يجلس لك، يسوي فيك محضر انك انت بتسوي تحريض في العمل. يا ساتر. في ناس ما تخاف الله، في ناس قلت انت عن باب الكعبة هي كذابة، بس مين يسمعك؟ مين اللي ياخد صوتك يسمعك؟ هنا الكلام. إيه بس يعني في بعض المسائل أبو ميار ما يحتاج إنه مين يسمعك، لا، في قوانين. أنت لما تكون تعمل في مكان في أنظمة وقوانين، وفي القانون ما يؤخذ بكلام الناس، ما يؤخذ بواحد يكتب في كيميل. الأنظمة والقوانين هذه يا حبيبي في مجال القطاع الخاص بصفة عامة على ناس وناس، مو على القانون. أوكي أوكي، بس أبغى أقولك شيء، في القانون في شكل عام حتى لو كان في القطاع الخاص ولا في غيره ما يؤخذ بكلام، يأخذ بكلام المسؤول. لا ما يأخذ بكلام حتى المسؤول، يأخذ بالأفعال، يأخذ بالإثباتات، بالمستندات، بالأشياء اللي تثبت واقع معين. يا راجل المسؤول هذا تجيب عليه شهود ما حد حيشهد معاه، كل واحد يخاف على لقمة. يا ساتر أبو ميار، أنت شكل الموضوع كبير يا رجال، المواضيع كلها كبيرة. الله يعينك أبو ميار، الله يعينك. الواحد بس بيتكلم بيفصل. أنا عارف، الله يكون عندهم إحساس ويهتموا بالأمور دي. إي بس هذا مش موجود في كل مكان، يمكن في مكان معين. هو طبعا مو في كل مكان، بس في كل مكان في الطيب وفي البطال. بالضبط يعني برضه. بالضبط بالضبط. بس انا هذه يعني نصيحه لك ابو ميار، لا يعني اذا في شيء انت حسيت انه شيء من حقك، الانظمه والقوانين معاك تحميك اذا انت يعني مظلوم، خلينا نقول. فهمت علي؟ احنا ما نقول الا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. هو مجرد اتصالي عليك فضفضة. الله يحييك. لا ولا أقل. شكرا يا ابو ميار، انا سعيد باتصالك اليوم. شكرا حبيب. لك يا الله يحفظك، في امان الله، مع السلامه. طيب خلينا طبعا اصدقائي قبل ما نختم موضوعنا اليوم، نقول كلمه، يعني خلينا ناخذها من اخر اتصال، انه في بعض الاحيان قد تفسد العلاقات وتنتهي في بعض الأحيان، ويكون سبب انتهاء العلاقات مواقف عند البعض بسيطة وعند البعض يصعدها بشكل مرة كبير. فيشخصن الأمور والمواقف وتأويلها وعدم التماس العذر للطرف الآخر أو فهم الموقف كما ينبغي أن يفهم. لذلك دائما صديقي المستمع لا تترك يعني انطباع عند الشخص الآخر بأنه أنت تقصد هذه المسألة بشكل شخصي، ويجب عليك أن تفهم المواقف بفهمها الصحيح من الطرف الآخر بلا تضخيم وبلا تأويل، حتى تحافظ على علاقاتك سواء كانت بين الأصدقاء أو في بيئة العمل.
شكرا لكل أصدقاء اللي كلموني اليوم وشاركوني على تليفون البرنامج، أيضا مستمعين اللي استمعوا لنا اليوم طبعا من خلال ترددات الإذاعة أو على منصة MBC مود أو على شاهد، وشكرا للأصدقاء اللي تواصلوا معنا على منصة إكس. أنا سعيد بكل مشاركات اليوم، اللقاء يتجدد معكم 12 بعد منتصف الليل، ألتقيكم بكل الحب، إلى اللقاء.